نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية ساحل أبو تشابه بمركز السادات التابع لمحافظة المنوفية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للقرى الأكثر احتياجا، حيث قدمت القافلة مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية لأهالي القرية بالمجان، واستقبلت العديد من الحالات المرضية بمختلف التخصصات. كما احتوت القافلة على 4 عيادات طبية تشمل العديد من التخصصات العامة. احنا النهاردة في اول قافلة لحياة كريمة في قرية الساحل او في عزبة الساحل، قرية ابو نشابة مركز سادات المنوفية. عايزة اقول ان دي اول مرة تنزل قافلة طبية في القرية هنا، فاحنا النهاردة ان شاء الله بنأمل ان احنا نغطي اكبر قدر من اهل القرية. الحالات بقى اللي هي بتبقى محتاجة متابعة، احنا كمتطوعين حياة كريمة وانا مسؤولة عن الملف الطبي، احنا ان شاء الله بناخد منهم الورق بتاع الخاص بالحالة، بنعمل ملفات خاصة بالحالة وبتم رفعها، بتم بعد كده متابعة. احنا كمتطوعين بنقوم بمتابعة الحالات دي بعد كده ان هي وصلت لحد فين. الملفات الحمد لله بتخضع طبعا للفحص وبيبدأ يبقى فيه تفاعل مع الحالة ان شاء الله. احنا النهاردة في قافلة طبية مجانية تماما في القرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة مدينة السادات. أنا تخصصي عظام، فبكشف على أهل القرية أو مرضى العظام من أهل القرية. بنشوف الحالات اللي ممكن نعالجها بالأدوية اللي معنا بنعالجها، واللي بيحتاج يعمل عملية أو أشعة بنوصله بالمؤسسة بتاعت حياة كريمة، ومن خلال حياة كريمة بيطلع المستشفى يعمل أشعة أو العمليات اللازمة. احنا النهاردة موجودين في ساحل أبو نشابة، قرية ساحل أبو نشابة التابعة لوحدة محلية خطاط بالبلد، موجودين في قافلة طبية مكونة من 4 عيادات جلدية وعظام وبطنة وتحليل سكر. احنا طبعا موجودين كمؤسسة حياة كريمة، متواجدين من الصبح استقبال القافلة. القافلة بتخدم كبار السن، ومتطوعينا طبعا بيبقوا موجودين طول اليوم لمساعدة كبار السن والأطفال. احنا هنا تحديدا في قرية ساحل أبو نشابة، تعتبر من المناطق النائية. دور المؤسسة هي بتوصل للمناطق اللي ما فيش خدمات بتوصل لها، وده دور كويس. احنا دورنا كمتطوعين احنا بنعلن في المساجد، لان دي وسيله الاعلان الموجوده المتاحه لنا، وبنجينا بنجهز المكان لاستقبال الدكاتره، بنجهز لهم المكان، بنطبع ارقام لاستقبال المرضى، وبنبقى في استقبال الحالات، بنقسمها مثلا الحالات اللي بتيجي عظام بطنه كل فئه لوحدها. كان في تنبيه امبارح واحنا جينا هنا بناء على التنبيه، ودخلت كشفت وحللت بدون اي تكلفة وكتبوا لي العلاج.